معز مسعود. معز مسعود من ساعتين ثلاثة أصدر بيان بيشرح فيه يعني أو بيدافع فيه عن نفسه في مواجهة الناس اللي اتريقوا سخروا وشتموا ولبوا ولعنوا وسبوا فيه لأنه اتجوز شيري عادل الممثلة شيري عادل. معز مسعود في النهاية من اللحظة الأولى وأنا أراه ليس داعية على الإطلاق، يعني الراجل مش داعية، هو النهاردة قال أنا مش داعية أنا باحث. في ناس طبعا متضايقة من رده، بس رده أو بيانه فيه خطورة شديدة جدا. هو طبعا يعني ألف مبروك ليه إنه يتجوز، يعني الراجل ما عملش حاجة في الدرة، بيعلن إنه هو تزوج وبيبين للناس وبيوضح لهم ظروف زواجه الثالث، بس دي مش مشكلة. لكن أنا في مسألة الحجاب، في مسألة الحجاب هو واخدنا في دوكة، وهي هنا الخطورة، لأنه هذا الشاب الحائر حتى الآن، يعني هو يقول لك إيه؟ كنت كلموني في برنامجي اللي أنا قابلت فيه عدد من العلماء في الخارج، وقابلت ريتشارد دوكنز. ريتشارد ده اللي هو إله أو نبي الملحدين في العالم الوقتي. أيوة في مشكلة عند الأخ معز مسعود، إنه هو عامل هذه الرحلة عشان يطمن هو، لأنه لا يزال حائر، هو رجل قلق يبحث عن اليقين حتى هذه اللحظة، فبيروح يدرس بره وبيقعد مع العلماء الأجانب ومع ملحدين وبيتناقش معاهم. هو هذا الرجل يحمل روح قلقة جدا ويحاول أن يبحث عن اليقين، هو الراجل بيدور على ربنا. إحنا يا عم الإناء المصريين مطمئنين لربنا، عايشين معاه بطريقته، فهو بيجي يعني يعمل يعني محاضرة ضخمة، وبعدين تلاقي نجوم المجتمع المصري قاعدين قدامه وقاعد بيكلمهم في أدلة وإزاي بيبحث عن ربنا. ماشي يعني أنت روحك قلقة تبحث لها عن مستقر، براحتك ما تشغلناش إحنا. يعني في ناس بيدوروا على لقمة العيش، الناس لقوا ربنا يا سيدي خلاص، فدي نقطة. لكن النقطة الأخطر هو بيتكلم على الحجاب، فبيقول انه التشريع الاسلامي لما جه كان بالتدريج، ففي مكة مثلا كانت بتنزل الايات اللي بتعرف الناس بربنا وبتعرف الناس، ثم في المرحلة المدنية نزلت ايات التشريع. فهو لو في مكة مثلا الرسول كان جه قال لهم ما تشربوش خمرة، يقولوا لا ما نشربش خمرة ازاي، كده دخل لهم غلط، بس هو هيوصل في الاخر انه حرم عليهم الخمر. هو بيتكلم على مسألة الحجاب، لأن الناس قالوا إزاي هو كان ضد إنه الشباب يتجوزوا واحدة مش محجبة، وإنه ويتجوز هو فنانة مش محجبة. فهو قال إن إحنا في هذه المرحلة بنتكلم عن الحشمة. بمعنى إيه؟ هذا الشاب الحقيقة يرى أن هذا المجتمع جاهلي وماشي معانا بالتدريج، يعني هو دلوقتي صاحب رسالة وجاي يهدينا وداخل معانا بالتدريج، فهو بيتكلم معانا انه الحجاب الوقتي هو عباره عن الحشمه، وبعدين هنقتنع ونوصل لمرحله الحجاب. كمش هنا الوقت على الحجاب صح ولا غلط، لكن احنا قدام نماذج، واسمحوا لي يعني نماذج مشوهه وتعاني من خلل نفسي، بيطلعوا يتكلموا في الدين، لانه البيان اللي قاله ده مش دعوه بحياته الشخصيه خالص، وانا حياتي الشخصيه مش علاقه بيه، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لكن احنا قدام نموذج لشخص انا ادعوه يشوف له حاجه يشتغلها تاني، قال لك باحث وبعمل دكتوراه مش عارف ايه وبتاع وبدور على ربنا، روح دور على ربنا. لكن ان تقلق هذا المجتمع اللي عنده مشاكل كتيره جدا، والحقيقه انه الناس اشتبكوا معاك اشتباك سخيف صحيح، لانه محدش مفروض ليه علاقه بيك، لكن انت طلعت قلت الحجاب وبعدين رجعت تؤسس لمنهجك اللي انت بتتكلم عليه، انت شايف ان هذا المجتمع مجتمع جاهلي، هذا المجتمع مجتمع ينقصه الدين، بس هو دلوقتي احنا على قدنا بتكلمنا على قدنا. احنا بنتعرض يا جماعه لحاله والله استعباط كبيره في الدين، في العلاقات الشخصيه. ربنا ينجينا ان شاء الله.